نكمل يا شباب. يس كنا وقفنا لغاية ايه؟ بيتش بيتش. مثلا احنا وقفنا لحد ديس ديش دي ماشي. ديش ديش ديشز، فوكس فوكسز، بيتش بيتشز، والتز والتز والتزز والتزز. انتهت بإيه؟ تحت زد بزد. تشيرج تشيرج وول تشيرج تشيرجيز تشيرجيز سي اتش سي اتش. تشيرج لوس لوسي. اتش انتهت بسي اتش انتهت بإس اتش. اس اس نص بانشيز. نص يبقى احنا اتفقنا امتى امتى اي اتش بانش بانشيز. بانش سي اتش ان انتهت الكلمة سي اتش او اس اتش او حقيقي اس او دبل اس او اكس برافو او 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 زي برافو عليك يا محمد. يبقى اذا انتهت الكلمة بإيه؟ بسي اتش اس اتش بإس اس اس او اكس او زد. نضيف في نهاية الكلمة ايه؟ نضيف ايه في الجمع بتاعهم؟ نضيف ايه يا حلوين؟ اس ولا اي اس؟ اي اس. يبقى القاعدة الأولى أنا بضيف في العموم اس للجمع، أخرج منها الكلمات اللي بتنتهي بالسي اتش، الاس اتش، الاس اس، الاكس والزد. الكلمات دي اللي بتنتهي بالمقاطع دي أو بالحروف دي بنضيف لها ايه؟ اي اس. بنضيف لها ES اي اس. yes ES ES طيب تعالوا بقى نشوف امتى بضيف الاي اي اس. إذا انتهت الكلمة بواي وكمان برافو عليك. انا بحكم اذا الواي انتهت. محمد كده قال. وحرف ساكن طب ثانية واحدة ثانية واحدة. إذا انتهت الكلمة بواي بضيف اي اي اس. وسبقت الواي بحرف ثانية سين واحدة ثانية واحدة يا محمد ثانية واحدة حبيبي. عشان الواي دي يا جماعة ليها قاعدتين، ليها قاعدتين، ناخد واحدة واحدة. الواي امتى بشيلها والله ما بحط استحي مكانها اي؟ امتى؟ لما ما يكون عاد قبلها حرف ساكن. لما يكون قبلها حرف ساكن. يعني ايه يا مس حرف ساكن؟ يعني كل الحروف ما عدا الخمسه الفاولز بتوعنا اللي احنا عارفينهم. محتاجين نعدهم ولا تمام احنا عارفينهم خلاص؟ نعيدهم ولا ما نعيدهمش الفاولز؟ لا ما نعيدهم. ما نعيدهمش. هزعل لو كنت قلت. نعدهم يا مس ايه نعدهم ليه 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 ايه نعيدهم تاني ليه؟ لسه ما حفظتيهمش؟ لا يا مس دي اختي اللي قالت ما قالتش هنعيدهم عشان خاطر اختك. الآ والآ والإيه والأو والأه، اللي هو بالحروف الاي والاي والاي والاو واليو واليو. هما دول الفاوز. لما يكون الواي ما فيش قبلها فاوز بقوم قال لها بعد اذنك يا واي هناخدي هنمشيكي بعيد ونقول لك باي باي ونحط مكانك اي. هنقول لك باي باي ونقول نحط مكانك ايه؟ اي. وهنضيف كمان اي اس. يبقى كلمة بيبي
تبقى بيبيز. شلنا الواي وحطينا اي اي اس. طيب سيتي، سيتيز. شلنا الواي حطينا اي اي اس لان ما جاش قبلها فاول، الواي ما جاش قبلها فاول. طب بيري، بيريز. بوني، بونيز. فاميلي، فاميليز. ريبلاي، ريبلايز. ليدي، ليديز. طب القاعدة التانية بتاعت واي بتقول ايه؟ لو جه قبل الواي الفاولز، نقول لها لا استني خليكي معانا، هنحط بس اس وراكي. يبقى الواي يا شباب الكلمة بتنتهي، الكلمة المفرد او الاسم المفرد، الاسم المفرد اللي بينتهي بواي له قاعدتين. مرة أشيل الواي لما يكون مفيش قبلها حرف من الحروف المتحركة اللي هم الفاولز، نقول لها يا واي ماشي. باي باي ونحط بدلها اي، ونحط اي اي اس. ايوه بص، انت قلت الحروف المتحركة وهي الحروف الساكنة. لا، ما انا قلت لما ما يكونش مكانها، لما يكونش قبلها الحروف المتحركة. ما هو الفيصل، الفيصل في ان انا اشيل الواي او اسيبها وجود الحرف المتحرك او عدم وجوده. لو هو موجود الواي تفضل مكانها، لو هو موجود قبل الواي الواي تفضل مكانها. طب لو هو مش موجود اقول له باي باي واقول له ايه واجيب مكانه ايه؟ الاي. وصلت؟ اه وصلت. تمام، وضحت؟ ايوه طيب اه هقول تاني، هقول تاني. الكلمة أو الاسم اللي منتهي بالواي، إمتى أحافظ على الواي وإمتى أشيلها وأحط مكانها آي؟ الفيصل إن الواي في الكلمة ما يجيش قبلها فاول. لو جه قبلها الفاول اقول لها خليكي يا واي، لو جه قبلها فاول اقول لها خليكي يا واي معانا، احنا هنضيف اس بس. لو ما جاش قبلها واي هقول لها ايه؟ لا معلش بقى، باي باي، انا هشيلك يا واي واحط مكانك اي. واضحة؟ واضحة. تمام. في حد لسه مش واضحة بالنسبة له؟ لا أنا واضحة. يعني لا أيوة يا ناس واضحة كلها. اللي مش واضحة بالنسبة له عيد تاني. تمام. في المجموعة دي هتبص تلاقي ايه؟ الواي في الكلمة قبلها حرف ساكن اهو. سيتي قبلها، قبل الواي ايه؟ تي. بوني قبل الواي ان. ريبلاي قبل الواي ال. بيري قبل الواي ار. فاميلي قبل الواي ال. ليدي قبل الواي دي. فلما جينا نجمعهم بصوا، سيتي بقت ايه؟ سيتي. شلنا الواي وقلنا لها باي باي وحطيناها مكانها اي، اي اي اس، اي اي اس. اوني الان حرف ساكن، شلنا الواي حطينا مكانها اي اي اس. ريبلاي، ريبلايز. شلنا الواي وحطينا اي اي اس. بيري، شلنا الواي وحطينا اي اي اس. فاميلي، شلنا الواي وحطينا اي اي اس. ليدي، شلنا الواي وحطينا اي اي اس. ده ليه يا حلوين؟ مين هيقول لي ليه؟ مين هيقول ليه؟ خامس. قولي يا أنا آية. طب نشوف آية الأول هتقول. ليه بقى احنا، ليه احنا ما حافظناش على الواي في الحالة في الكلمات دي؟ علشان الواي جه قبلها حرف ساكن اللي هي كل الحروف ما عدا الخمسة الفاولز. واو، اه خمسة واو.
الواي الاي والاي والاي والاو واليو. ما جوش قبل الواي، صح. فقمنا شايلين الواي وحاطين مكانها اي. طيب الحالة الثانية، دونكي، شايفين الواي جه قبلها ايه؟ جه قبلها اي، جه قبلها حرف الاي، والحرف الاي ده حرف متحرك، فلما جينا نجمعهم قلنا دونكيز، حافظنا على الواي شايفين، وضفنا اس بس، حافظنا على الواي وضفنا اس. طب تعالى نشوف داي بقت ايه، ألف أو ألف شو داي بقت ايه، ولا الأغنية دي بس بقت دايز، بقت ايه يا ملك، ملك نازل، نس. عايزة ايه يا آية؟ أنا عايزة أغني لك أغنية للفاوز. في الآخر، في الآخر نغني عشان بس ماشي عشان زمايلك، ماشي؟ ملك، ماشي. ملك مازن، داي، شايفة كلمة داي بقت ايه؟ بقت ايه؟ بقت دايز، حافظنا على الواي، حافظنا على وجود الواي وزودنا اس بس، وده ليه؟ عشان جه قبل ال... عشان جه باي قبل باي. الواي حرف متحرك. تمام تمام يا ملك. تمام طيب رهف، تمام رهف نعم. يلا يا رهف اقري لي الكلمة دي. اقرأ يا ملك كده. كي، كاب كي، كي كي، كيز، كيز، شايفة يا رهف؟ شايفة الواي زودنا لها اس بس، صح؟ حافظنا على وجود الواي ده عشان ايه؟ عشان جه قبلها اي ايه، فاول. طيب محمد حسين، يلا يا محمد نعم يا ملك. اقرا يا حبيبي الكلمة دي. لاي لاي، جمعها انتهت بس لايز، بس انتهت هنا بلاي، مش جمع، مش فعل يلعب، دي ملعب. الجمع دايما بيكون للأسماء وليس للأفعال، خلوا بالكم، الجمع بيكون للأسماء وليس للأفعال. هنا كلمة بلاي ملعب، بلايز ملاعب، تمام؟ تمام. يعني مش معناها يلعب، ما هي مش معناها فعل هنا، تمام؟ ماشي. تمام. طيب يحيى، نعم. اقرا يا يحيى الكلمة دي. بوي جمعها بوي ايه؟ بويز بويز، برافو عليك. طب حافظنا على الواي هنا ليه هنا وما شلناهاش؟ ها؟ هنا بيا بابلز. عشان قبلها فاولز. تمام. فيروز، نعم. ايه يا فيروز دي؟ دلي هم؟ دلي ديلي، ها؟ دلي ديلي، 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 ديلي تأخير، ديلي متأخر، متأخرات، يعني حاجة حاجة متأجلة يعني. وحافظنا على الواي، حافظنا على الواي ليه؟ عشان موجود عندنا ايه؟ واو. فاول ايه؟ طيب أسيل، نعم. اقري الكلمة يا أسيل. أقرأ إيه؟ الكلمة دي هصورها لك دي، ها؟ جاي جاي، جمعها جايز
جايز. وحافظنا على احنا لازم الواي على الواي عشان اليو قالت لها خليكي معانا وهنحط بعديكي اس بس. برافو عليك، عشان احنا عندنا اليو دي ايه، اليو دي ايه فاول، اليو دي ايه فاول. طب باول نرجع تاني بقى، نرجع تاني للواي لما بنشيلها ونقول لها باي باي. حالة محمد معانا؟ حالة ما حضرتش صح؟ طيب أسيل، نعم اقري يا أسيل الكلمة دي. ريبل ريبل ريبلاي، ريبلاي ريبلاي، ها ريبلا ريبلا ليس ليس ريبلايز، ريبلايز. مستر شايفين، شايفين المرة دي الواي شلناها وحطينا مكانها حطينا اي 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 اس اس، مستر عشان ما جاش قبلها ايه؟ عشان ما جاش قبليها حرف باول، قبلها فاول. حرف محرك حرف ساكن. حرف ساكن، برافو عليكي. يبقى اتفقنا ان الفاول، الفاول بتحافظ، بتحافظ على الواي، انما بس الحروف ايه؟ ينفع انا اجاوب المرة دي؟ مين مين انت؟ مين؟ انا رهف رهف. رهف. ماشي يا رهف. طيب شكرا يا اسيل، اقري لي الكلمة دي يا رهف. يلا بس يا ايه، بطلي تلعبي رهف. يلا يا رهف قولي الكلمة دي. لاتو ايه انت، انت مختاره انهي كلمه يا رهف؟ دي اقريها. دي اللي انا بشاور عليها دي. طب يلا ريبلاي، ريبل ريبلاي، ريبلاي، ريبلاي ها ريبلاي ريبلاي. برافو عليكي. حافظنا على الاي هنا على الواي ولا قلنا لها باي باي؟ قلنا لها باي باي ليه بقى؟ عشان ما قبلها، عشان هي قبلهاش الاي. اه لا، عشان قبلها جه حرف ساكن مش متحرك، عشان قبلها جه حرف ساكن مش متحرك، فشلنا الواي وحطينا وقلنا لها باي باي وحطينا مكانها الايه؟ ها حطينا مكانها ها، الاي. برافو عليك يا راف، شكرا. طيب آه فيروز، نعم اقري الكلمة، الكلمة دي اللي أنا بشاور عليها دي. بيري بيري، ها بيري جمعها بيري بيريز. بيري حافظنا على الواي؟ لا ما حافظناش عليها، ليه بقى؟ عشان اللي قبلها حرف ساكن. برافو عليكي. وطالما قبلها حرف ساكن نشيلها ونحط ايه؟ اه برافو عليكي. يلا يا يحيى اقرا لي نعم الكلمه دي، اقرا لي الكلمه دي اخر كلمه في الصف الثاني. دي لدي ليدي، لدي ليدي جمعها لدي لدي ليديز. وعملنا ايه بقى في الجمع؟ شلنا ايه واي وحطينا نو مكانها اي ليه؟ او ليه؟ عشان الحرف اللي قبلها مش ساكن. عشان الحرف اللي قبلها ساكن مش فاول. برافو عليك، برافو عليك يا يحيى. طيب آية، نعم يا بس يلا يا آية قريلي الكلمة دي. بون بوني، بون
بوني. بوني ها بوني بوني بونز. بونيز، برافو عليكي. احنا شلنا الواي صح في الجمع، شلنا ايوه الواي وحطينا مكانها ايه؟ اي ليه بقى؟ عشان الحرف اللي قبل الواي كان ايه؟ ان كان ان، وان ده ايه؟ حرف ايه؟ consonant، ساكن ساكن. ساكن، consonant. برافو. طيب محمد حسين. مي ايوه مين عايز؟ نعم يا مس، اقرا لي الكلمة دي يا محمد. فاهم يا family. طيب، ها الجمع بتاعها فاهم يا ايه؟ IES انتهت، طب ليه عملنا اي اي اس؟ حذفنا الواي ايوه وحطينا IES. برافو. ده ليه كده؟ ليه عملنا كده؟ عشان الواي سبقت بحرف ساكن. ايوه سبقها حرف ساكن. ملك محمود، نعم يلا يا يلا يا ملك اقري لي الكلمة دي. باري باري، جمعها باريس. باريز. طيب عملنا ايه في الواي يا ملك؟ شلنا واي وحطينا ايه؟ اي اي اس اي اي اس. وشلنا الواي ليه؟ لانه وراها حرف ساكن، لا مش وراها، قبليها، قبليها قبليها حرف حرف ساكن. ساكن. طيب تمام، حلو قوي. طيب يا حلوين، هو احنا تقريبا الوقت الساعة بقت كام؟ الساعة 3:02. اه 3:02. هو احنا دلوقتي يعتبر خلصنا. هو في جزئية في الجمع فيها بحط بدل الاف في اي اس، خلينا ناخدها المرة الجاية وكفاية المرة دي ولا نكملها؟ نكملها طيب كملها طيب يا في مس. كلمات، طيب بصوا يا شباب، في كلمات بتنتهي بالاف اي او اف، كلمات بتنتهي باف او اف اي، فلما باجي اجمعها مش بس بضيف اي اس، ده انا بشيل الاف واحط مكانها في. تاني، في كلمات بتنتهي باف او اف اي، فلما باجي اجمعها مش بس بضيف اي اف اي اس، لا ده انا بشيل الاف وبحط مكان الاف في، مكان الاف في، فيتضاف للجمع ايه بقى؟ في اي اس، فيبقى الجمع في اي اس. زي كلمة نايف، كلمة نايف يعني سكينة، نايفز انتهت اهي، نايف بالاف اي، لما جمعناها بقى عندي اكتر من واحدة بقت نايفز. شوفوا زودنا في اي اس. زي كلمة ليف، ورقة شجر بقت ليفز، شلنا الاف حطينا في اي اس. لايف، حياة، لايفز حيوات او حيوات. هاف، نص، نص، هافز، انصاص. وايف، زوجة. جمعها وايفز. هوف، هوف حافر. عارفين الحيوانات بيبقى عندهم حافر، اللي هو الضوافر بتاعتها اسمها حوافر، بدل ضوافر هي حوافر. هوف، هوف
حافر زي الحصان والحمار يا ناس. زي الحصان وزي الحمار. اه لا ده الحصان والحمار عندهم حدوة، انا بتكلم على اللي بيبقى زي ايه، زي القطة، مش عارفة يعني، مش عارفة هي بتبقى بدل الضوافي، بتبقى في الاطراف بتاعتهم. يا مس الحافر دي بتاعت الهورس. الحوافر، ايوه بتاعت الهورس. ايوه، هي بتبقى ايه، بتبقى الاقدام بتاعت او الاطراف بتاعت الحيوانات، اسمها هوفز. ماشي، الاطراف احنا عندنا الاطراف ايدين ورجلين، بالنسبه للحيوانات بتبقى هوف. ايه هم اللي عندهم الحواف، مين؟ القطة والدوج هم اللي عندهم الحواف. ايوه صح، هوف هوف يعني حافر، هوفز حوافر، ثيف حرامي، ثيفز حراميه. ماشي يا شباب، يبقى احنا النهارده اخدنا كام قاعده للجمع؟ في قاعده خمسه كمان اهي، الكلمات بقى. طيب بصوا، القاعده الاولى بضيف اس، القاعده الاولى اس بس بضيف اس بس، القاعده الثانيه بضيف اي اس لما تكون اس الكلمات بتنتهي بسي اتش، اس اتش، اس اس اس، اكس اور زد. القاعدة الثالثة واي، وواي لها واي قاعدتين، مرة بحافظ عليها وباخدها معايا وبضيف لها اي اس لما يكون سابق الواي فاول، ومرة بقول لها باي باي واحط مكانها اي واضيف اي اي اس قبلها الفيرب حرف ساكن. طيب في قاعدة ثالثة او رابعة، لا خمسة، القاعدة الخامسة ان الكلمات المنتهيه بالاف والاف اي بجمعها باضافه في اي اس، تمام؟ زي كلمه لايف، يعني الاف اف الاف ولا او ال اف لا اف اف او اف اي، اي ليف اف، وايف اف اي، منتهيه باف او اي او اف اي، تمام؟ طيب آخر قاعدة، آخر قاعدة، كلمات بتتغير بشكل كامل. إحنا اتفقنا إن كل قاعدة بيبقى لها إيه؟ شواذ. فدايماً هتلاقينا في كل مرة يطلع لنا، زي مثلاً في إضافة أدوات النكرة الآ والآن، وقلنا إن القاعدة الشاذة في الموضوع ده ان يونيفورم، يونيفيرس او يونيفرسيتي او يونت او يوروبيان بيتضاف قبلها ا مش ان، لان احنا نطقنا الا، نطقنا الحرف الاولاني، مش بنطق الفاول. هنا بقى القاعده المستثناء عندنا هنا، ان في كلمات بتتجمع بيتغير شكلها، زي كلمه تشايلد لما اجي اجمعها children. ماشي خلاص الوقت قرب يخلص. person بتبقى people، تمام؟ man من، تمام يا ولاد معايا؟ تمام يا تعرف مس، انا تقول عندي سؤال، ايه؟ انا احنا ممكن عندي سؤال. اتفضل. في كلمات زي كلمة شيب او فس او فش ما بتتجمعش، ما بتحطلهاش اي حاجة زي ما هي. ايوه بس فيش، ما احنا قلنا مين اللي بيسأل؟ اكيد اسيل. ايوه بص يا اسيل، احنا اتفقنا اتفقنا ان كل قاعده ليها شواذ، فهتلاقي دايما في يعني احنا بناخد القاعده بتنطبق على معظم الايه الحاجات يعني، وفي بعض منها قلة قليلة بتبقى ايه ما بتنطبقش عليها، تمام؟ خلينا ناخد المرة الجاية القاعدة رقم 6، وكفاية علينا النهاردة
الخمس قواعد دول، تمام يا شباب؟ مس ها، مام أي يا سؤال؟ مس، انا عايزه اكملك الاغنيه بقى. قولي آية الأغنية، اسمعوا آية يا أولاد. الايه ضربت الايه، قالت اه، قالت الاو، قالت يو. بس كده؟ اه جميلة يا آية. تمام يا شباب، استفدتوا النهاردة؟ عايزة أسمع فيدباك كده عن اليوم، عن النهاردة. أخدنا حاجات كتيرة النهاردة، صح؟ وكتيرة قوي. عايزة أسمع فيدباك، فيدباك يعني إيه رأيكم في الحصة النهاردة؟ بس حاجة صعبة علينا، ها؟ بس ما فيش حاجة صعبة علينا يا ناس. طبعا عشان انتوا شاطرين طبعا. حد عايز يقول حاجة يا اولاد؟ هو حتى أنا من لما المدرج. كنت ما قلتش كلمات كتير ايه؟ النهارده، ما قلتش كلمات كتير. مين اللي بيتكلم؟ أنا. ملك؟ معلش يا ملك، بس انت اشتركتي معانا صح؟ اشتركتي حتى لو كان قليل. طيب حد عايز يقول حاجة يا جماعة؟ استفدتوا النهاردة؟ كانت حصة ايوه حلوة؟ جدا يا ناس، ايوه كانت حصة حلوة؟ ايوه نعم. كان أحلى حاجة فيها إيه؟ من البيت الحلوة دي احنا اخذنا إيه؟ كتيرة، احنا اخذنا حاجات كتيرة، أخدنا حاجات كتيرة فعلا النهاردة. الناس كانت بتقول كلها كانت حلوة. طيب كلها أشوفكم كانت المرة، حلوة. أنتوا الأحلى، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله نيكست تايم يوم الاثنين القادم أنا ماشي إزاي. تعالى إن شاء الله الفيديوهات تكون إن مرفوعة شاء على، الله يعني. إن شاء الله يا حبايبي إن شاء الله على الجروب هرفع لكم الفيديو بعد ما ما يترفع على اليوتيوب. أوكي، سي يو نيكست أوكي. تايم، جود باي. هو في يا مس واجب؟ هبعت لكم الواجب. ماشي. ولو في، بصوا يا شباب، لو في اي سؤال وقف في ايدكم وانتوا بتشتغلوا وانتوا بتحلوا الواجبات ابعتوا لي، لو في جزئيه مش مفهومه ابعتوا لي، ماشي يا مس. لو غلطتوا ما تتضايقوش وما تخافوش، لان احنا بنتعلم، احنا بنتعلم تمام، والغلط تمام. والغلط بيخلينا كمان نتعلم. See you next time. Goodbye. باي.